لنا شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير. مدينة سطيف الجميلة، مدينة سطيف الحبيبة. والله يا عمو يزيد يتشرف أن يكون معكم للمرة الثانية في عيد الطفولة. على بالكم أصبحت مدينة سطيف وولاية سطيف بصفة عامة عندها مكانة خاصة عند عمو يزيد. والله غير شرف كبير أننا نكون اليوم هنا في هذا الحفل تحت إشراف سيد الوالي من تنظيم مديرية الشباب والرياضة برعاية مجمع الشروق شركة رامي وشركة شيبس مهبول. عمو يزيد أو حاضر معكم اليوم هنا في هذه المناسبة السعيدة اللي هي عيد الطفولة. تحبوا عيد الطفولة يا أطفال؟ على بالكم في عيد الطفولة احنا الكبار نتكلموا على حقوقكم، على حقوق الطفل. على بالكم حقوق الطفل تعرفوها؟ شكون اللي يقدر يقول لي؟ اعطيهم الميكرو نتكلموا معهم شويه. اعطي له الميكرو. شوفي الشطره هذه، شوفي الشطره هذه. واسمك بنتي؟ بتول. بتول شحال في عمرك؟ 9 سنوات. شاطره في الدراسه؟ نعم. اعطينا حق من حقوق الطفل. اللعب. حق اوه برافو، تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها، برافو برافو. حق اللعب. شوف الشاطر، شوف الشاطر هذا اللي قدامك. واسمك ولدي؟ عبد الغاني. عبد الغاني شحال في عمرك عبد الغاني؟ 11 يوم. 11 شهر. شحال؟ 11 سنة. اه 11 سنة، الله يبارك. تقرا مليح ولدي؟ اه. اعطيني حق من حقوق الطفل. حق من حقوق الطفل. يا شوفي الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ منال. منال شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات. تقراي مليح؟ نعم. سير؟ نعم. الله يبارك. اعطيني حق من حقوق الطفل. القراءة. القراءة يعني وش حبيتي تقولي؟ الدراسة. الدراسة حقه في التعلم يا أخي. نعم. وش حبيتي تقولي؟ نعم. برافو بنتي، برافو برافو. شوفوا الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ الحق لجين. لجين شحال في عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة، الله يبارك. إذا بنتي أعطيني حق من حقوق الطفل. حق التربية. حقه في التربية. هو على كل حال نقبلوها منك بنتي، ولكن ليس بحق، هو يدخل مع شكون اللي يعرف حق من حقوق الطفل؟ تعرفوا؟ شوف الشطره هذه. واسمك بنتي؟ مريم. مريم شحال في عمرك؟ 6 سنوات. 6 سنوات. اعطيني حق من حقوق الطفل. نظافه.
النظافة هذا واجب، هذا واجب من واجبات الطفل. أحبائي أحبائي، الأطفال عندهم حقوق وعندهم واجبات، عندهم واجبات، عندهم واجبات. تعالي تعالي معليش، أنا تكلمت لكم على هذه لأنه عمو يزيد لكم أغنية، أغنية الطفولة، نقول فيها من حق الطفولة صحة، علم، حب وحنان. أحبائي على بالكم حقوق الطفل أولا هي من قبل، علاش على بالكم ميثاق حقوق الطفل وقتاش داروه في الأمم المتحدة؟ داروه متأخر شوية، حتى لسنة 1989. علاش؟ لأنه كان هناك ميثاق حقوق الإنسان، يعني بالنسبة لهم الطفل هو إنسان، إذن عنده حق أنه يكون عنده وطن، أنه يكون عنده اسم، أنه يكون عنده حماية، أنه يكون عنده أمن. ولكن من بعد بفضل الجمعيات وكامل شافوا باللي كاين خصائص، كاين خصائص تاع الطفل، يعني الطفل لازم عنده حقوق، مثلا كما قالت صديقتنا حق اللعب مثلا. إذن تم اللي داروا ميثاق حقوق الطفل في سنة 1989 في أي يوم؟ واش هو اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ خلينا 1 جوان هو عيد الطفولة، اليوم العالمي لحقوق الطفل اللي كان في سنة 1989 وين الأمم المتحدة داروا ميثاق في حقوق الطفل اللي مضات عليه وصدقت عليه الجزائر. أي يوم؟ شكون يعرفه؟ شوفوا الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ جيهان. جيهان شحال في عمرك جيهان؟ 11 سنة. شاطرة في الدراسة؟ نعم. إذن في أي يوم؟ 21 نوفمبر. ما كيش بعيدة، نزيد نعطيك فرصة أخرى، يلا ما كيش بعيدة في التاريخ، الشهر مليح ولكن اليوم شوية. تعودي؟ 18. لا 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 بنتي، شوفوا الشاطرة هذه، واسمك بنتي؟ إيمان. إيمان شحال في عمرك إيمان؟ 9 سنوات. تسع سنوات. تسع سنوات بنتي، الله يبارك. شاطرة في الدراسة؟ إيه. إذن في أي يوم من سنة 1989 الأمم المتحدة أقرت اليوم العالمي للطفولة؟ 23. 23 واش بصح؟ نوفمبر. لا 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 لا، تعالي أبركم يا أحبائي، هذا اليوم مهم جدا لازم تعقلوا عليه. شوفي الشطرة هذه، واسمك نور. نور شحال في عمرك نور؟ 9 سنوات. 9 سنوات، وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ 12 فيفري 2018. 1000 1830. لا 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 بنتي، لا 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 لا، سمعت جواب منا. شوفي الشطرة هذه، واسمك بنتي؟ بتول. بتول شحال في عمرك بتول؟ 9 سنوات. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ 20 نوفمبر. 20 نوفمبر احبائي، 20 نوفمبر يوم مهم جدا، هو اليوم، تعالي تعالي، هو اليوم اللي الأمم المتحدة دارت فيه ميثاق حقوق الطفل. وهذا الميثاق هذا كل الدول معظمهم مضوا وصادقوا على هذا الميثاق، منهم الجزائر اللي مضات هذا الميثاق يوم 19 ديسمبر 1992. يا أخي أحبائي يوم مهم جدا. تعالي تعالي الشطرة تعالي. إذن بنتي شحال جبتي معدل؟ 9.18. واو 9.18. والدي كان فرحانين؟ نعم. بزاف؟ نعم. الله يبارك، أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي، تفضلي. تقدري تبقي معنا لحبيتي، تقدري تبقي معنا، شوفوا لها مكان جميل، يلا شوفوا لها مكان جميل. واش رأيكم أحبائي عمو يزيد لكم أغنية الطفولة، من حق الطفولة صحة علم حب وحنان، تغنوها معايا؟ يلا نغنوها كامل مع بعض. من حق الطفولة صحة علم
حب أمان أمان أمان. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. واجب نقبيه نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفاء. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، حب وحنان تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب، ونحميه من كل داء لا نرضى أن يستعبد. وله الحق في الغذاء ليبقى سليم الجسد، ونعامله بحب وحنان لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، حب وحنان ولا مدلولة تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان. برافو 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 برافو. شكرا شكرا أحبائي شكرا. إذن نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. أحبائي حقوق الطفل، حقيقة الطفل عنده حقوق ولكن عنده واجبات. ويلتي يا ويلتي لم أقم، عودوها معايا. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي. يا سلم لي
شفتوا يا أطفال عندكم واجبات، تغنوا معايا ويلتي، تحبوها؟ يلا. إذن ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. يلا. بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي لن أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكم. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، عاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجب، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. إلى اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا شكرا أحبائي. لازم تشفوا على المقطع الأخير، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. أحبائي كاين واحد الأغنية واسمها الاحترام. علاش الاحترام؟ هذه الأغنية عمو يزيد يحبها بزاف، لازم كي نغنيها تغنوا معايا. نقول فيها يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، تعرفوها؟ هي سهلة، تقولوا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. ومن بعد علاش؟ لأنه احنا الأولياء وحنا الكبار شوية في بالنا تبنى بلي الطفل يعرف كلش. علاش؟ مثلا انت طفلك لما يدخل البيت متأخر مثلا، أو تأخر ما جاش من المدرسة مباشرة، قاعد يدور برا مع أصحابه يلعبوا كامل، ومن بعد يدخل متأخر، واش يقولوا الوالد نتاعو للوالدة؟ تقول له يا أخي قلت لك هذاك النهار ما تدخلش متوخر للدار. هو كطفل رايح يشوف فيك هكذا ويبدأ يتفكر يا هل ترى؟ قلت له عبالكم بالمرات حنا الأولياء نظلموا ولدنا. تقول له يا أخي قلت لك هذاك النهار ما تكذبش، يا أخي قلت لك هذاك النهار ما ترفعش صوتك، يا أخي قلت لك هذاك النهار ما تضاربش. ولكن هل حقيقة قلنا لولادنا هذا الشيء؟ إذن اليوم نتكاكاو مع رواحنا
لأنه تربية أولادنا مسؤوليتنا إحنا. إحنا لازم نهضروا مع أولادنا، لازم نقولوا لهم ولدك إلا قلت له ما ديرش هادي وما ديرش هادي وما ديرش هادي، علاش؟ راح تتفاجأ أن ولدك ذكي جدا، رايح ما يديرهمش، يقول لك لأنه بابا ولا يما ولا خالي ولا قال لي ما ديرش، لأنه هادي حاجة مش مليحة. أنا كنت صغير واحد النهار في رمضان، عندها بزاف من حوالي 30 سنة ولا أكثر، أكثر كنت نجول مع الوالدين ربي يحفظهم إن شاء الله. في رمضان كانت شوارع العاصمة مكتظة كما درك، أنا كنا نمشوا هكذا في الطريق، أنا كان في عمري 6 سنين ولا 5 سنين ولا، ومن بعد كان الغاشي بزاف تودرت، قعدت نتبع في واحد الرجل عنده السروال اللون تاعو كما تاع الوالد، قعدت نتبع هكذا أخي عبالك الطفل كيكون صغير ما يشوفش الفوق يشوف غير التحت، من بعد تودرت بعد طلعت راسي هكذا شفت بلي مشي الوالد، قعدت نجري هكذا ونبكي نبكي نبكي، من بعد حكمني واحد الراجل هكذا قال لي يا وليدي واش بيه، قلت له خلاص راني مدر راني مدر، قال لي روح اقعد هنا، قعدت معاه ومن بعد فاش نشوف الوالدين تاعي يجروا هكذا يحوسوا عليا، قلت له هاوليك هاوليك هاوليك، من بعد جا الوالد تاعي هكذا مقلق عليا، كي جا عندي الوالد تاعي واش دار في رايكم؟ ها واش دار؟ ضربك حقيقة. هو المشكل مش يضربني، المشكل أنه قال لي قلت لك هذاك العام كي تتوضر قعد في بلاستك ما تبقاش تجري، بعد أنا كنت صغير هكذا قعدت نشوف فيه، يا بابا أنا وقتاش قلت لي أنا في عمري 5 سنين، أنا وقتاش قلت لي ما عمري ما تودرت باش قلت لي. إذن أحبائي هذه برك حكاية حقيقية حقيقية، مليح أننا نوصي ولادنا. إحنا كنا بكري بكري والدينا يقولونا يقولنا كي تصرى لك هكذا واش دير، مثلا ركحت مع ولادك ولدك صغير واش كنت ندير أنا مع ولدي الصغار، كنت نكتب النيميرو التليفون تاعي في ورقة بيضة ونديره له في جيبه، نقوله يا ولدي كنت تتودر ولا حاجة روح عند أعوان الأمن وجبد هذاك التليفون أعطيه لهم. مثلا كاين أشياء بسيطة نربيو عليها ولادنا، ما تقولوش قلت لك هذاك العام ما تكذبش، ولا لازم تقوله يا وليدي ما تكذبش، علاش هاوليك الكذب مش مليح، لازم تواجه، لأنه لما تقول الحقيقة رايح تشوف بلي يكون عندك مشاكل أقل من أنك تكذب. إذا تغنوا كامل معايا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، بصح قاعد نسمعكم تغنوها يا أخي، وراح تشوفوا عمو يزيد يقول له يجاوب الطفل ما معنى الاحترام، يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي، بعد يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يقول له لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. أحبائي الاحترام مهم في المجتمع، يلا تغنوا كامل معايا يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يلا يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي، يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا، هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا، يا أبتاه قل لي معنى
ابني فمانا في سنتنا والإسلام. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك. يا ابني فمانا في سنتنا والإسلام. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، برافو 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 أحبائي. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. أحبائي نعلم ولدنا طرق الأبواب، طرق الأبواب نعلمه لهم في الدار، لما يرجع من المدرسة، لما يحب يدخل البيت على الأولياء ولا على أخوه ولا على أخته، ولا لازم يطرق الأبواب حتى يسمع الرد. هنا كين على ولادنا طرق الأبواب، من بعد ولادنا تكون عندهم صفة حميدة. أحبائي ونحن في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم، ما نقدروش ما نغنوش على الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على سابع جار. أحبائي قبل ما نروحوا لهذه الأغنية، شكون اللي يقدر يقول لي كاين جبل ولا جبال هنا في ولاية سطيف عالي شوية، شكون اللي يقدر يقول لي هذا الجبل شحال العلو نتاعو والاسم نتاعو؟ معليش العلو نتاعو بالتقريب، معليش بالتقريب، شكون اللي يقدر يقول لي هذا الجبل؟ هذا الجبل، شوفي الشابة هذه، واسمك بنتي نور. نور شحال في عمرك؟ معليش تفهموا. يلا لوجين. لوجين شحال في عمرك لوجين؟ 11 سنة. واسمه هذا الجبل مقرس. لا 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 لا، كاين جبل هو العالي هنا ومعروف، معروف جبال ولا جبل؟ شوف شوف الشاطر هذا، واسمك سعيد. سعيد شحال في عمرك سعيد؟ 11 سنة. شاطر في الدراسة؟ اه. الله يبارك. واسمه هذا الجبل بابور. جبل البابور شحال العلو تاعو؟ 1200. صغرته. صغرته جبل البابور أكبر من هذا. يلا زيد له شوية، شحال؟ عطيله عطيله 1700. زيد شوية 2000. 2000 ايه. تعال 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 أحبائي، جبل البابور مشي 1200، 2000 متر، 2000 متر. الجبل الجبل الجميل هو على كل حال سلسلة جبلية طولها 120 كيلومتر، 120 كيلومتر معروفة. أخي تعرفوها؟ إذن تعال تعال، وش راك ولدي لاباس؟ واسمو الجبل؟ جبل بابور. وشحال العلو نتاعو؟ 2000 متر. 2000 متر هو اكثر شويه، 2004. اذا احبائي جبل بابور هو هي سلسله جبليه معروفه بها منطقه سطيف، فيها 120 كيلومتر الطول نتاعها، والعلو تاع جبل بابور يعني اعلى قمه هو 2000 متر. يا اخي اعطيه الهديه تاعو. إذن سعيد عمو يزيد مع شركة شيبس مهبول يعطوك هذه الهدية، إن شاء الله تستفاد بها. شحال جبت معدل؟ 9.38.
برافو، الله يبارك. تفضل تفضل وليدي، شاطر شاطر. ربي نشحك ان شاء الله، ربي نشحك. اذا احبائي، مليح انكم تعرفوا التاريخ والجغرافيا تاع بلادكم، مهم جدا جدا جدا. تحبوا الاسئله يا اخي؟ مازال الاسئله، مازال جايه الاسئله. حنا نغنوا اغنيه الجار، بما اننا في هذه المناسبه سعيده، ولكن تغنوا معايا كامل هذه الاغنيه. نقول فيها: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. أحبائي، الجار قبل الدار، يجب احترام الجار. عبركم احترام الجار، مش غير تقول له صباح الخير، تقول له صباح الخير، تقول له مساء الخير، تقول له، ولكن ما ديرش صوت مثلا لما تنوض باكرا ولا في الليل، ما ديرش الحس بزاف على جارك يا أخي. أحبائي، جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا معايا، جاري يا جاري مختار كاملة. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا أحلى الجيران، ربي أوصى والعدنان، أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان، أن أسأل عنك دوما، هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. قل لي يا جاري مختار، قل لي كيف أهل الدار، جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن محمد حسن الجوار. برافو برافو أحبائي، حسن الجوار. أحبائي، على بالكم بالمجتمع تاعنا، المجتمع بصفة عامة بالصفات الحميدة هو اللي يقدر يعيش مرتاح. لازم نكونوا متخلقين، لازم يكون عندنا أخلاق حميدة. على بالكم يا أحبائي، الإنسان المتخلق سيب الناس قاعد تحبه، والإنسان اللي يكون قبيح الناس قاعد تهرب منه، شين فرغ منه يا أخي. إذن أحبائي، سؤال آخر، ما بقالوش بزاف، يوم 5 جوان هو اليوم العالمي لي، يوم 5 جوان هو اليوم العالمي لي، شكون اللي يعرف؟ شوفوا الشاطرة هذيك ليل هيك، بعتوا لها الميكرو، بعتوا لها الميكرو. واسمك بنتي؟ ملك. ملك، شحال في عمرك ملك؟ 12 سنة. شاطرة في الدراسة؟ نعم. شحال جبتي معدل؟ مازال ما طولناش. واللي عطوه لكم من قبل؟ ديت 15.62. الله يبارك، عبالكم فاش عجبتني؟ قالت لي 15 فاصل ودارت لباباها. على بالها بلي باباها ما ينساش المعدل تاع بنتو. شفتوا يا احبائي، الوالدين تاعكم شحال يحبوكم، شحال يحبوكم تنجحوا، شحال دركا تسقسي اي طفل بالك تصيب الاولياء تاعو، باباه ولا يماه حافظ المعدلات تاعو، يعرف شحال جاب في العربيه، شحال جاب في الرياضيات، يعرف كلش. الله يبارك، ربي يوفقكم ان شاء الله يا اولياء، وتكونوا قرب من ولادكم باش ينجحوا ان شاء الله. اذا بنتي ملك،
يوم 5 جوان هو اليوم العالمي لي طفولة. لا 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 لا، أول جوان عيد الطفولة، 5 جوان. 5 جوان. يلا أعطوا الميكرو محاولة أخرى. يلا أعطي لها الميكرو لأمورك. يلا معلش أعطي لها الميكرو، لازم ترفدها شوية ماشي تبان. رفدها رفدها زيد رفدها. فوالا أيوة برافو. واسمك بنتي؟ رفيدة. رفيدة واش راكي رفيدة؟ لاباس لاباس. عجبك الحال؟ شحال في عمرك بنتي؟ 7 سنوات. وشاطرة في الدراسة؟ نعم. شحال جبتي معدل؟ 58. الله يبارك. وباباك فرحان؟ فرحان بك. الله يبارك. انت تحبي بابا ولا ماما؟ شكون تحبي اكثر؟ نحبهم في زوج. في زوج. راكي خايفة، قولي الصح، شكون تحبي بابا ولا ماما؟ بابا ماما. في زوج. ها شاطرة شاطرة بنتي. إذا يوم 5 جوان هو اليوم العالمي لي بيئة. البيئة. تعالي 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 معلش نجوزوا لها الجواب. معلش 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 بالك من اليوم بفضلنا احنا راح نتعقل على هذا اليوم. هذا أحبائي يوم 5 جوان هو اليوم العالمي للبيئة. البيئة ثم البيئة، الحفاظ على البيئة. تعالي واش بنتي؟ البيئة تاني. عرفتي البيئة؟ الله يبارك. إذا تعالي تعالي أرواحي دركا جبناك وحدك هنا نتفاهموا معك. بابا ما كانش أرواحي. واسمك بنتي؟ رفيدة. رفيدة شاطرة باينة شاطرة. إذا 5 جوان هو اليوم العالمي لي بيئر. بيئة. واش هي؟ بيئة. كي عرفتها واش هي هذه البيئر هذيك تقولي فيها؟ واش هي؟ واش هي البيئر هذه؟ كي عرفتها واش هي ولا لا 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 لا؟ كيفاش نديروا نقبلوا الجواب ولا لا لا؟ دقيقه دقيقه استناو، شكون اللي يقول نقبلوا الجواب يرفد يده؟ شكون اللي يقول ما نقبلوش الجواب؟ واعرة شويه. معليش معليش ها معلش بنتي، ربحتي حاجة أنك تقعدي معنا هنا، ولكن هو اليوم العالمي للبيئة. البيئة تو. البيئة هذه هي البيئة اللي تحيط بنا، فيها كل ما هو غابات، كل ما هو محيطات، هذه البيئة اللي يعيش فيها الإنسان. يا أخي تفضلي تقعدي معنا. معلش السؤال هذا راح نلغيوه، نعطيكم سؤال آخر. معلش سؤال آخر، وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للحماية المدنية، شكون يقولنا؟ شوفي الشاطر هذا. واسمك ولدي؟ سعيد. سعيد جو تحب تديهم كاع الكادوات اليوم ولا كيفاه؟ أخلي لهم شوية صاحبي. يا أطفال اللي دا هدية ما يعاودش يرفد يده. يلا نشوفوا منا. شوف الشاطر هذا، شوف الشاطر هذا. واسمك؟ علاء. علاء. علاء الدين. علاء الدين الله يبارك. شحال في عمرك علاء؟ 10 سنوات. شحال جبت معدل؟ 9.30. الله يبارك. أنا فرحانين بك والديك. نعم. الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ اليوم العالمي للحماية المدنية 21 ماي. لا 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 لا، في شهر ماي كان كاين يوم عالمي واسمه اليوم العالمي لرجل الإطفاء، ولكن هذاك اليوم هذاك ماهوش اليوم العالمي الرسمي، ولكن ماهوش تاع الحماية المدنية، هذاك تاع رجل الإطفاء. ولكن اليوم العالمي، روحوا شوية من هيك، روحوا شوية من هيك. يلا شوف هنا هذيك هذيك الشاطرة. يلا واسمك بنتي؟ رؤى. واسمك؟ رؤى. رؤى شحال في عمرك رؤى؟ 12 سنة. 12 سنة. شحال جبتي معدل رؤى؟ 16.14. الله يبارك الله يبارك بنتي الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 2 مارس. لا 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 لا، شوف الشطرة هذه. واسمك؟ مرام.
مرام شحال في عمرك مرام؟ 10 سنوات. شحال جبتي معدل؟ 8.22. الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 مارس. 1 مارس أحبائي، تعالي تعالي تعالي. 1 مارس يا أحبائي. يا أحبائي الحماية المدنية، على بالكم باللي رجل الحماية المدنية يجب أن نكن له كل الاحترام. وين تصيب أنت إنسان يقتحم دار شعل فيها النار باش يسلك ناس، أحبائي رجل الحماية المدنية هو رجل المواقف، هو رجل المواقف. والناس اللي بعيد الشر صراو لهم حوادث ولا يعرفوا قيمة هذا الرجل، هذا اللي هو رجل الحماية المدنية. إذن لازم نكن له كل احترام يا أحبائي. إذن بنتي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 مارس. 1 مارس، برافو. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذن بنتي عمو يزيد مع شركة رامي يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. شكرا. العفو العفو بنتي العفو، تفضلي تفضلي. واش رايكم احبائي نغنوا مع بعض؟ ما اروع رجل الاطفاء ينطلق فور الانذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. تغنوا معايا يلا. ما اروع رجل الاطفاء ينطلق فور الانذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد ليل نهار. كمل معايا. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء. يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه جاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق، ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. تحملت شتى الأعباء لخدمة أو منع الأضرار، لخدمة أو منع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار. تحملت شتى الأعباء لخدمة أو منع الأضرار، لخدمة أو منع الأضرار، فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. جاع
شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. برافو برافو، تحية 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 رجال الحماية المدنية، الله يخليكم، شكرا شكرا. أحبائي، رجل الحماية المدنية، على بالكم باللي في المجتمع كاين أعمال شاقة، كاين أعمال شاقة، وهذه الأعمال الإنسان اللي ما يكونش عنده ضمير وما يكونش مقتنع بالعمل تاعه وما يكونش يحب بلاده ما يقدرش يقوم بها. هذه الأعمال تتطلب ضمير وتتطلب أنك تكون إنسان، طلب إنسانية كذلك. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شرفوا، شكرا لعمو يزيد كي جانا للصيف وفرحنا الاولاد، ونتمنى كل عام يجينا ان شاء الله. نشكروا عمو يزيد اللي جانا من الجزائر اليوم للصيف باش يفرحنا الدراري ويعطيه الصحه، ونتمنى ويجينا كل خطره. يعطي الصحة عمو يزيد ويجا فرحنا. نشكر عمو يزيد جانا للصيف فرحنا الاولاد، نحى عليهم خلصوا الاختبارات، فرحهم، دار لهم العاب، والله الا نشكروا بزاف بزاف. ان شاء الله يتفكرونا ديما هكذا ان شاء الله يا ربي. شرفت كثير بحضور عمو يزيد، كان قد غرس فينا كثير من الفرحه، ونحن ممتنون له كثيرا. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.